فالعبد المؤمن العاقل يستطيع أن يقلب حياته كلها لتكون عبادة لله بالتوحيد، ومن ثم يكون مأجورا على كل فعل يفعله وكل عمل يقدم عليه. فإن العبد متى استشعر هذه المعاني تمكن من جعلها عبادات يعبد الله بها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية تنص على أن العبد ينبغي به أن يوحد الله في كل شأن من شؤون حياته، ابتداء من عباداته في صلاته ونسكه، إلى أن يجعل حياته كلها عبودية لله جل وعلا، يعبد الله بأن يجعل هذه الحياة ينوي بها التقرب لله وأن ينال بها رضاه جل وعلا. فنومك يا أيها الإنسان وأكلك ورياضتك التي تزاولها، متى نويت بها أن تتقوى على عبودية الله وأن ترضي الله بذلك، كنت موحدا لله في هذه الأعمال عابدا لربك جل وعلا، يكون لك الأجر والثواب في هذه الأعمال التي تؤديها. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن العبد المؤمن ينبغي به أن يجعل كل جزئية من جزئيات حياته عبودية لله وتوحيدا له سبحانه وتعالى.